قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. الناصري يرفع معنويات لاعبيه بمنحة جديدة. قرر المكتب المسير لنادي الوداد الرياضي لكرة القدم برئاسة سعيد الناصري صرف منحة مالية جديدة للاعبيه رغبة منه في رفع معنوياتهم وحثهم على الاجتهاد في التدريب والاستعداد بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة تزامنا مع التوقف الاضطراري لمنافسات البطولة الاحترافية. وكشفت مصادر مقربة من فريق الوداد الرياضي أن سعيد الناصري صرف للاعبيه بداية الأسبوع الجاري منحة التأهل لدوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا عقب فوزهم على ستاد المالي في الدور التمهيدي الثاني بثلاث أهداف لواحد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وحددت مصادر ذاتها أن قيمة المنحة المالية المذكورة التي توصل بها لاعب الوداد بلغت 15,000 درهم فضلا على أن قيمة المنحة المالية ستضاف في حال بلوغهم أدوار متقدمة في المسابقة القارية المذكورة. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.